ونتحدث عن أداء الأسواق المالية العالمية مع رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. رائد أهلا وسهلا بك معنا. الجميع يراقب التحركات بالنسبة للذهب وانتظار لتخطي مستويات 2000 دولار. متى وكيف تتوقع للذهب أن يخترق هذه المستويات؟ هل يجب أن نراقب عامل محدد مثل مثلا أداء الدولار الأمريكي حتى نتوقع أداء الذهب واختراق هذه المستويات النفسية الهامة؟ بلا شك يعني الذهب هو قريب جدا من هذه المستويات ومن تحقيقها ومرد الارتفاعات. الأول هو ضعف الدولار الأمريكي وموجة الانخفاض الحادة التي يعني تحت ضغطها الدولار الأمريكي بنتيجة برامج تيسير، بنتيجة الكوفيد 19 والإجراءات التي يتم اتباعها ماليا ونقديا للحد من الأثار السلبية للجائحة، سببت بشكل مباشر انخفاض في قيمة الدولار الأمريكي وبشكل حاد على مدى الجلسات الماضية. لعل اليوم كان في عنا عودة للارتفاعات بعض الشيء على الدولار الأمريكي، ولكن هي ارتفاعات إن صح التعبير فنية، أي أنه ارتدادة مؤقتة ومن ثم يعود تحت الضغط مجددا، لأن القواعد الأساسية لم تتغير. لا يوجد حقيقة مبررات كافية للمستثمرين للبحث عن بدائل غير الذهب في الفترة الحالية كملاذ آمن، لأن الدولار الأمريكي نفسه كان التوجه إليه كبير في الفترة الماضية بنتيجة شراء السندات أو التوجه نحو شراء السندات، وذلك سبب تراجع حاد في عوائد هذه السندات. عوائد السندات أصبحت عند مستويات منخفضة بشكل كبير عند يعني استحقاق عام وعامين حوالي 0.11 0.12. هذا بحد ذاته يعتبر أنه الفرصة الخالية من المخاطرة هي منخفضة العائد بشكل كبير، بالتالي الخوف هو أكبر من التضخم الذي يزحف في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مستويات 0.6%، أي أن التضخم أعلى من عوائد السندات على المدى القصير. بالتالي لمكافحة هذا التضخم يكون هناك توجه نحو أصول يعني نوعا ما تحتفظ بالقيمة، وهنا التوجه الحقيقي نحو الذهب. نلاحظ أيضا هناك يعني زخم كبير، أكثر من 40 مليار دولار أمريكي تم شرائها في الأصول أو الصناديق المدعومة بالذهب. بالتالي مستويات 2000 هي على بعد أعتقد تداولات هذا الأسبوع. نعم. طيب سيد رائد، إلى أي حد تعتقد أنه الدولار سيواصل رحلة التراجع هذه وما يزال هنالك الأمل بالمزيد من سياسات التحفيز طبعا الحكومية؟ لا تنسى أيضا بأنه نحن مقبلون ربما على بيانات هامة نهاية هذا الأسبوع، ولا أدري إذا كان التغير في الدولار سيكون مؤقت على خلفيتها. يعني التغير في الدولار الأمريكي نشهده اليوم بعض الشيء ببعض الارتفاعات كما ذكرنا، وبالتالي الاتجاه العام الهابط لا يزال وارد وبشكل كبير. أيضا خطة التحفيز الجديدة التي يتم الحديث عنها ماليا من قبل الكونغرس تدعم مزيد من الانخفاض والتراجع. الفيدرال الأمريكي أبقى على سياسات تيسيرية وتحفيزية بشكل كبير في ومدد أيضا الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة متوسطة شراء السندات، برامج شراء السندات على حتى نهاية العام. كل ذلك يضع ضغط إضافي على الدولار الأمريكي، وهذا الضغط أو هذا التراجع هو غير حميد. يعني عادة نحن نبحث عن تراجع حميد في الدولار الأمريكي لتشجيع الصادرات أو ما إلى ذلك، ولكن التراجع الحاد الذي يشهده الدولار الأمريكي هو بنتيجة الضغط السلبي من جائحة كورونا ومن إجراءات الإغلاق التي المتبعة. ولا ننسى أيضا الانتخابات الأمريكية التي بدأت تقترب أكثر وأكثر من يعني المشهد وتلقي بظلالها أكثر على أداء الدولار. بالتالي الدولار الأمريكي معرض لمزيد من التراجعات خلال الفترة القادمة بنتيجة الإصرار على السياسات التحفيزية، وأيضا عدم يعني أو انخفاض القدرة الشرائية للدولار الأمريكي نفسه، نظرا لوجود يعني قلق ما بين المستثمرين من أنه يكون في عندي ارتفاع حاد في التضخم في الفترات القادمة. بالتالي هي عملية يعني تزايد مضطرد قد يحدث في الفترة الماضية الضغوط على الدولار الأمريكي. شكرا لك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب على وجودك معنا.